تهدف هذه الاتفاقية بدرجة أولى إلى رقمنة الخدمات المالية بين المؤسستين، وهذا لأجل تحسين الشمول المالي بمختلف إدارات وكالة عدل وإعطاء أولوية لبريد الجزائر في اقتناء وبيع المحلات التجارية على مستوى الأحياء السكنية، وهذا لضمان وجودها على المستوى الوطني. كذلك تمكن هذه الاتفاقية للمكتتبين والمستفيدين من صيغة البيع بالإيجار بدفع الأشطر ودفع الإيجارات الشهرية عن طريق خدمة بريدي موب. أظن أننا لما نوفر المواطن عن تنقل إلى مكتب البريد باش يسحب الأموال وبعدين يروح للبنك يعاود يحط الأموال وبنقرة بسيطة في هاتفه النقال يقدر يدفع فواتيره، ونظن بلي نقطة مهمة ويعني تساهم في راحة المواطن.